طيب كابتن يوسف، هعرض لحضرتك صور ولكل صورة أول حاجة هتيجي في بالك قولها. ماشي، اتفقنا؟ يلا بينا. يلا. أستاذ جمال علام رئيس الاتحاد. يعني سؤال ولا رسالة ولا اللي جه في بالك، عايز توجه له رسالة، عايز تسأله سؤال، عايز أي حاجة خطيرة قول. الله يكون في عونه. ماشي، دعاته. حازم امام. حازم صديق، يعني صديق ليا ولعبنا مع بعض منتخب مصر. حازم من الناس المحترمة جدا 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 يعني، فأنا أحب أقول له ارمي ورا ظهرك، هو ده الشغل في الكورة. حازم خد زي ما بقول شال الليلة يعني. أيوة. فبس أنا شايف إن الإخفاق بيتقسم على الكل. الموضوع أكبر أو الموضوع أكبر من حازم يعني، حرام إن إحنا نشيل حازم بس الموضوع. فبقول له ارمي ورا ظهرك وهي دي الكورة يعني. بعده بركات. بركات لعيب زي ما كان لعيب في الملعب لعيب في الإدارة. زئبقي. زئبقي بيعرف امتى يظهر وامتى يضرب غطس. زئبقي صحيح. اللي بعده كابتن حسام حسن. حسام اقول له بالتوفيق طبعا، مهمة كبيرة وان شاء الله ربنا يوفقه هو والجهاز كله يعني ان شاء الله. اللي بعده فيتوريا. يعني روي فيتوريا اقول له انا كنت اتوقع ان انت اقوى من كده. يعني دايما الاقوياء بيشتغلوا مع الاقوياء. الاقوياء بيشتغلوا مع الاقوياء، والاقوياء بيتواجدوا في الـ في الـ في الاماكن الكبيره. روي فيتوريا لعب بطوله كبيره، بطوله امم افريقيا، دي بطوله كبيره، اكبر بطوله في قاره افريقيا. انا شعرت ان هو مش لا يعني مش مخضوض، مش قد مخضوض يعني. مباراه موزمبيق، مباراه كويب فيردي، المباراتين دول بالتحديد، تغييرات وادارته حتى لما كان بتيجي عليه الكاميرا، لا كنت متوقع ان يبقى اقوى من كده يعني. اخر صوره كابتن علاء نبيل. كابتن علاء نبيل تربطني بيه طبعا علاقه شخصيه، لانه فتره طويله جدا كنا اشتغلنا مع بعض، هو كمدرب وانا لاعب. ومن الناس المحترمين جدا والناس اللي اشتغلت منتخبات كتير، فاتمنى ان احنا نعمل حاجه لمصر والمنتخب مصر او منتخبات مصر عموما كلها واتحاد الكوره. لكن هو من الشخصيات المجتهده جدا ومن الناس الشاطره يعني.